وإذا كان يوم القيامة بتكون طول بالكم علي اليوم، يعني ده تتعب إيديكم اكتبوا. إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل، وين أهل الفضل؟ خلي أمه. ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة، يلا دغري. هذا من الحشرة، بالحشر كلهم واقفين بالحشر، نادى المنادي وين أهل الفضل؟ فانطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة بالطريق فيقولون إلى أين؟ وين رايحين؟ فيقولون إلى الجنة. قالوا قبل الحساب؟ لسه ما صار حساب، وين رايحين على الجنة؟ قالوا نعم قبل الحساب. قالوا من أنتم؟ ملائكة بتسألون مين أنتم اللي رايحين على الجنة من غير حساب؟ قالوا أهل الفضل. أهل الفضل. قالوا وما كان فضلكم؟ شو الفضل اللي كان لكم في الحياة؟ هذا هلا مشان تعملوا فيه أنتم. قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا. إجا واحد جاهل تعدى علينا سب شتم حكى، نحلم عليه ونطول بالنا، ما نضربه ما نسبه نحلم عليه. كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا. ظلموا أبوه، ظلموا أخوه، ظلموا المعلم، ظلموا المفتش، صابر. وإذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا. واحد عمل ناقصة معنا عمل من سامحه. وإذا أسيء إلينا، أخوه أساء له، جاره أساء له، يسامح. وإذا أسيء إلينا غفرنا. فتقول الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. تفضل تفضلوا على الجنة بغير حساب، فنعم أجر العاملين. بكم خلق؟ كنا إذا جهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا غفرنا. واحد عمل معك ناقصة الله يسامحه، أما نقعد من دقيق من يوم كذا كذا ومن شهرين كذا ومن سنتين كذا، لكن الماضي راح. ليش عم تعيد الماضي؟ إعادة الماضي عما يوغر الصدر وعما يساوي حقد جديد وعداوة جديدة. الماضي راح. اليوم عم بسأل أخ عندي الله يرضى لي حبيبنا الله يرضى لي على، قلت له شو معنات فعل الماضي؟ اليوم على السحور شو معنات فعل الماضي؟ شو معناته؟ فادي معناته مضى راح. ماضي مضى، أكل وراح. فما دام أكل وراح ليش هلا عم تتذكره إنه أكل؟ خلص أكل وراح. يعني تذكيرك إله هلا بيترك الأكل؟ أكل وخلص، أكل الفروج. طيب هلا إذا كان زعلت بيرجع الفروج؟ خلص الماضي راح. انشغالك بالماضي ضياع وقت جديد. انشغال الإنسان بالماضي ضياع وقت جديد. وخذوا درس من خلق الله يا ابني. الله عز وجل خلق لك عينتين لتطلع لقدام، ما خلق لك عينتين لتطلع لورا. يلي راح راح،
يلي راح راح، لا تحكي على اللي راح.